يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائة وواحد وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة وأربعة وثلاثين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وخمسة آلاف شخص